الموضوع الاخير اللي هو المجلس الوطني للصحافه، كيف ما كتعرفوا هذا النقاش يعني اولا ما عرفتش كل الاخ اللي تكلم على الماده 54 من القانون للتذكير، فقط هذه الماده كتكلم على تاسيس المجلس الوطني للصحافه، ما كتقولش بان الحكومه هي اللي مسؤوله باش دير انتخابات. باش نكون واضحين في هذا المجال، راه القانون واضح، ها جبتوا معايا، انا عرفت شي واحد فيكم يطرح لي هذا السؤال، وباش نزيد نوضح حتى لو تيتر ديال هذه الماده اللي كتكون ناقشناها بحده قبل ما نجيبوا هذا المشروع. هنا كنتكلموا على احكام انتقاليه الماده 54، والماده واضحه في هذا المجال، هادشي كتكلم في تاسيس المجلس الوطني. حنا اولا الدوله انذاك او الحكومه السابقه فاش اسست المجلس عطاتو السلطه باش يسير راسه، ولكن في نفس الوقت كاين هناك غياب كيفاش نديروا هاد الانتخابات. وهذه النقطه راه تجبدات في ذاك الايام الدراسيه اللي حضرت له انا على الاقل في البرلمان، بان هناك كاين مجموعه ديال الاشكاليات في هذا القانون الحالي. كاين مشكل دابا، هو المجلس بغى يدير انتخابات لمن خصو يرجع؟ كاين هناك قراءه كيقول لك الحكومه فاش جات وشافت القانون كتقول لك لا حنا عطينا السلطه، اذا شكون اللي من حقه يدير هذه الانتخابات؟ ولا جينا نديرو عادش كنا نتكلم على لي فارماسي، الا جينا نديرو مقارنه مع المهن الاخرى، راه الحكومه ماشي هي اللي كدير الانتخابات ديال لي فارماسي ولا ديال الاطباء، او لا هما راسهم. اذا اليوم الحكومه شنو دارت؟ قالت لك هذا القانون ما كاملش، الرؤيه ديالنا هو ما بصح، حتى الرئيس او المجلس الوطني الحالي فاش كيبغي يدير الانتخابات كيقول لك بان ماده غنلجئ ليها باش ندير هذه الانتخابات. كتجي اذا الحكومه كتجي كيقول لك انا بان ماده غندير هذه الانتخابات تاعنا. دونك كاين اشكاليات في القانون، كاين اشكاليه حقيقيه في القانون في هذا الجانب، ولو كاين هناك مجموعه ديال الملاحظات من الاخوات الاخوان في مجموعه المادات الاخرى. حنا شنو قلنا في اطار هذه الاشكاليه اللي كاينه اليوم؟ لما لا وكانت هذه الاراده انذاك ديك الساعه فاش يعني لجئنا باش نديروا واحد 6 شهور اضافيه باش نحاولوا نناقشوا حول القانون، حول الاشكاليه اللي كيعرفها القانون، لان بغيتي دير الانتخابات غدا خص تكون واحد القاعده مشتركه، واحد لوغيكلوم ولا غنتفاهموا عليه. فاش كتدخل التيران ديال الكره راك عارف شنو هو الرجوع، عارف شنو هو الكارطون جون، دابا بغينا نديروا انتخابات شنو باش بأي صفه؟ اذا قلنا اجيو نراجعوا هذا القانون، لهذا هذه اللجنه وناقشنا الاخوات والاخوان، لان قريت منذ البارح وحتى الاسئله اللي كيطرحها، حنا مشينا بالمفهوم المؤسساتي، ما بغيناش ندخلوا، لان ما بغيناش ندخلوا في هذا النقاش ديال الجمعيه الفيدراليه التمثيليه، اما الحكومه مشات بمفهوم مؤسساتي. اليوم اللي عنده الشرعيه الحاليه الديمقراطيه هو المجلس الوطني الحالي، اذا مشينا بالصفه ديال الرئيس وتمثيليه الصحافه، تمثيليه الناشرين اللي كاينه في النائب او نائبه الرئيس، مشينا في اللجان ما خديناهمش بالنسبه، ما خديناش الاشخاص او الافراد اللي في اللجان اللي خصهم يستمروا في اطار غياب دابا المجلس الوطني للصحافه بالمفهوم المؤسساتي. واحد ما غاديش نوقفوا حنايا لاكارت دو بريس ليكم نتوما، ما يمكنش، خص تكون واحد الاستمراريه. راه نتوما عارفين فاش كتكون الانتخابات كدوز واحد المده 6 شهور 7 شهور يمكن باش تكون الحكومه، ولكن لا يعني ان الوزراء ولو ما كتبقاش عندهم ديك لا ليجيتيميتي بوليتيك باش يديروا باش ياخذوا قرارات استراتيجيه، ولكن كتكون استمراريه ديال الاداره. هادشي اللي كنقولوا دابا حنايا، هاد اللجنه الدور ديالها هو تناقش مع الـ مع الـ مع الفاعلين في هذا المجال وتجيب لنا واحد المقترح. هذا المقترح لهذا درنا فيهم حتى ثلاثه او شخصين اللي غيتعينهم من طرف السيد رئيس الحكومه، بعض الخبراء في المجال ديال الاعلام وديال الصحافه، باش تجيب لنا واحد التصور جديد اللي غيصلح الاشكاليات اللي الكل يتكلموا عليها اليوم، هناك اجماع عليها اعتقد، ذكر هذه الاشكاليات صحوها. علاش تكلمنا على سنتين في اللجنه؟ لان الفكره هي ان هذه اللجنه عندها 9 شهور باش تجيب لنا هاد المقترح او هاد المشروع، يعني ماكسيموم يمكن تكون في 3 شهور في 6 شهور، المهم الماكسيموم هو 9 شهور، وكنخليو الحكومه وللبرلمان الوقت باش يحترم المسارات التشريعيه انذاك، يعني ناقشوها في مجلس الحكومه ودوز للبرلمان ما بين الغرفه الاولى والغرفه الثانيه كيف ما كتعرفوا. وهاد يعني هاد المسطره فيها شويه ديال الوقت. دابا حتى باش ندوزوا هذا القانون بالسرعه اللي غادي ندوزوا، راه على الاقل خصنا واحد الشهرين. يعني هذه اللجنه حقيقه ما غاتفعل حتى تدوز في البرلمان بغرفتين. وعلاش الحكومه اليوم جات بمرسوم قانون وجات بقانون؟ جوستو ما تسماش راه الحكومه كتخبى من شي اباجينا، غناقشوا مع الاخوان ديالنا في الاغلبيه في المعارضه، نفسروا لهم التحدين ديالنا عندنا، ماشي هو ندافع عن شخص، ندافع عن مؤسسه اللي عندها دورها مهم على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. انا شخصيا على راس هذا القطاع، تعرفوا ان كاين اشكاليات في مجموعه ديال مجالس اخرى، وناخذ المثال ديال اتحاد كتاب المغرب، كيعرف واحد الاشكاليه اليوم، ما بغيناش المجلس الوطني للصحافه يعيش نفس الاشكاليات، بغينا نتفاداو هذه الاشكاليات، والمؤسسه تبقى عندها واحد الدور اساسي مهم وطنيا
ودوليا المجلس الوطني للصحافة كان واحد الدور أساسي جدا في إطار يعني الدفاع على القضايا الكبرى للوطن. وهذا إذا ما يمكنلاش أنا التجربة اللي عشناها سابقا نعود نعيش واحد مع الصحافة. هذا هو الوعد اللي كاين وهذا هو النقاش اللي كاين. تيقوا بيا الأخوات والإخوان حاولنا في إطار الممكن نتفاداو النقاش ديال الأفراد والأشخاص ونمشيو للمؤسسات. بالنسبة لأكثر تمثيلية ولا أقل تمثيلية الوزراء حاليا في إطار القوانين كيف ما كيديروا القطاعات الأخرى. حنا كنشوفوا التركيبان ديال الجمعيات اللي غيكون عندهم أكثر تبية والنقابات كذلك باش يكون واحد الحوار مؤسساتي كيف ما كاين في القطاعات الأخرى. وعادي جدا عادي خصو يكون خصو واحد الوقت نحسمه باش نعرفوا أنا ذاك المحاور ديالنا. خاصة أن اليوم كيف ما كتعرفوا كاين مجموعة ديال المنظمات نسميها بحركة أو جمعيات ماشي غير وطنية حتى جهوية اللي كتأسس وكتمثل مجموعة ديال مقاولات صحفية على صعيد الجهات. دونك خصنا واحد يعني في اليوم كثروا المواقع مزيان تبدا دير كل انفورماسيون كاينه وبان كاين واحد التواصل دائم ما بين المسؤولين وما بين المواطنات والمواطنين عبر هذه المواقع. كاين اللي كيلعبوا دور ايجابي وكيمشيو يقلبوا على المعمول حقيقه كاين اللي نتوما راك عارفين بلا من سون كومونتير. حنا الدور ديالنا هو مره اخرى نساعدوا معكم مع الصحفيات والصحفيين مع المقاولات ننظموا هذا القطاع باش يولي مهيكل ونعرفوا مع من كنتواصلوا ونعرفوا ان خاصه في ظل هاد لافورماسيون كي سيركول رابيدمون لي ريزو سوسيو دابا ولات المعلومه بغيتيها ولا ما بغيتيهاش راه كاينه. دونك حنا الدور ديالنا هو نقويو مره اخرى الصحافه المعقوله المسؤوله اللي كتحترم الصحفيين ديالها اللي كتحترم البلاد ديالها اللي كتحترم المعلومه. كنقولوش ما تزهروش على باش نكونوا واضحين النقطه ماشي هي الحكومه او الاغلبيه او المعارضه لا هي المعلومه الحقيقيه هي اللي توصل وللمواطن المغربي انا ذاك ديك الساعه اللي بغى باش ديك الساعه يدير الكومونتير اللي بغى او الاراء اللي بغى بالنسبه لديك المعلومه اللي غتوصل. وهذا هو التحدي اللي عندنا والتطورات اللي خصها تعرف في المجال الصحفي ومستعدين مره اخرى باش نشاهدوا باش نوصلوا. يعني كاين الدور اللي غتلعبوا المجلس الوطني للصحافه وكاين الدور اللي غتلعبوا الحكومه. داير الحكومه هنا ممثله فقط بطريقه استشاريه يعني الممثل على قطاع التواصل ما عندوش عضويه داخل هذه اللجنه هو كيحضر فقط باش يرتب الامور الاداريه والاستشاريه يعني في مجال القانون اكسترا. وانا ذاك ولكم واسع النظر دابا انتم معنيين بطريقه مباشره انتم الصحفيات والصحفيين باش تقدموا المشروع اللي كاين فيكم واللي غنتعاونوا حنا وياكم كحكومه وكقطاع باش نهيكلوا هذا المجال ونمشيو ما هو احسن. هذه تجربه اولى فيها مجموعه الايجابيات وكاين بعض النقاط اللي خصهم يصلحوا عادي جدا سي لا بروميير فوا معمره ما كانتش ماشي هذه 20 عام وجرى اليوم خلل. تجربه اولى وحتى فاش نشات هذه التجربه الاخوان اللي ساهموا في تشكيل هذا المجلس الوطني انا ذاك هما كيشكلوا انا ذاك المجلس الوطني وكان لديهم ملاحظات هما كيشكلوا كيقولوا ماشي مشكل غنتفاداو هادشي وغنمشيو مره غنمشيو نصلحوا فاش غتعطينا الفرصه غنصلحوا الاشكاليات اللي كنعيشوها اليوم بما فيهم الاشكاليات القانونيه. واللي جرى هو ان السنتين ديال الكوفيد ما خلاتش انا ذاك المجلس الوطني للصحافه يوصل الاهداف ديالو. اذا باش انا ندير لكم واحد الطلب نتفاداو النقاش ديال الافراد والاشخاص ونهضروا على المؤسسات وفي الاخير المؤسسات هما اللي كيبقاو راه كنا كنمشيو. شكرا لكم.